أرض من قصص ألف ليلة وليلة، موطن سندباد البحار، مليئة بالسحر والألغاز، مملكة العطور والألوان، أرض بأوجه متعددة، متنوعة ومدهشة. جامحة بقدر حبها للسلام، بلد يعيش تقاليده ويرحب بالحداثة، شروق الشمس في المشرق، صوت المؤذن يوقظ المدينة العربية، سلطنة عمان هي دولة ساحلية في شبه الجزيرة العربية، تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة إنجلترا تقريباً، لكن عدد سكانها لا يتجاوز نصف عدد سكان لندن. تقع العاصمة مسقط في خليج محاط بسلسلة جبال صخرية. مسقط مدينة مزدهرة، يعود الفضل في ذلك إلى السلطان الحاكم قابوس بن سعيد. تلقى السلطان تعليمه في أوروبا. منذ تسلمه للحكم في البلاد عام 1970 بذل جهوداً كبيرة لتطويرها. بنيت المباني الفخمة لتأمين التعليم والرعاية للمواطنين. يحمل المسجد الرئيسي في عمان اسم حاكمها. صممته شركتان معماريتان في لندن، واستغرق بناؤه 6 سنوات. تتدلى من القبة التي يبلغ ارتفاعها 50 متراً إحدى أكبر الثريات في العالم. صنعت من قبل شركة ألمانية إيطالية، تحتوي على أكثر من 1000 مصباح وتزن حوالي 8 أطنان. صنعت سجادة الصلاة العملاقة في إيران. تناوب على حياكتها 600 نساج لمدة 3 أعوام. تتسع قاعة الصلاة الخاصة بالذكور لأكثر من 6000 مصل. في المسجد أيضاً مكتبة عامة، مركز ثقافي وتربوي وديني يعكس روح السلطان. اسم العاصمة مسقط يعني مكان الرسو. من هنا ولدت قصة سندباد البحار. على طول الساحل وعلى بعد 4 كيلومترات جنوبي مسقط، وجد أحد عناصر الحياة البرية العمانية ملجأ. تعيش غزلان الصحراء العربية النادرة هنا حياة صعبة بين الطرقات السريعة والمباني الحديثة. تبدو الحيوانات متعبة ومتوترة، هذا واضح مع هذه الحركة المرورية. على الأقل لديها حراس أمن يعملون هناك لحمايتها من أي أذى. كيف الأحوال؟ كيف اليوم؟ علي الغاداني واحد منهم. ما شاء الله الدورية، أشوفها اللي في الجبل، أشوفها إن شاء الله. جنباً إلى جنب مع زملائه في مركز الحراسة الاحتياطي، يحاول أن يراقب أكبر عدد ممكن من الحيوانات. كوالده من قبل، يكرس وقته لحماية الحيوانات، ولسوء الحظ هناك حاجة ملحة لهذه الحماية. كمحاولات صيد في المحمية بشكل يومي
يعني بشكل يومي نحن نضبط سيارات محاولة صيد، لكن يعني مسكنا بالجرم المشهود صيادين تقريبا في الشهرين، ما بين شهرين شهر ونص، ما يتعدى شهرين إلا نحن نضبط صيادين. والله الأغلبية الصيادين يأخذون من الصيد، وأيضا سبب كثرة عمليات الصيد ومحاولات الصيد معنا هنا سبب وقوع المحمية ما بين طريقين، الطريق السريع والطريق الساحلي، وسهولة وصولهم للغزلان. يعني الغزلان وجودها بجنب الطرق السالكة هذه الساحلي والسريع. يؤدي الطريق الساحلي جنوباً إلى مدخل ما يعرف بوادي طيوي. وادي النهري لم يجري تطويره بعد. كان هناك يوماً ما مرفأ تجاري مهم في مصب النهر. كانت بعض البضائع تنقل من هناك صعوداً نحو وادي طيوي على ظهور الحمير، ثم إلى القمم والواحات المنخفضة في شبه الجزيرة هذه. إنه واحد من الأودية النهرية القليلة في عمان التي تستمر تدفق المياه فيه في موسم الجفاف، مورد مهم في بلد صحراوي. وهو موطن آمن لسمك الجار المشهور الموجود في كل القنوات المائية العربية تقريباً. لتزويد البساتين في أعلى الوادي الصخري بالماء تعلم السكان كيفية الري، عدد لا يحصى من القنوات المائية الصغيرة تخط الطرقات وتجري نحو المنحدرات العالية. وفي بعض الأماكن تبدو المياه متدفقة بحرية، وفي أماكن أخرى توجه بقنوات وتتدفق عبر الجبال كالأوردة المغلفة بالصخور. هذه الأنظمة المسماة الأفلاج تزود قرى بأكملها وبساتين وحتى نباتات مفردة بالمياه. لطالما كانت النخلة واحدة من أهم الأشجار في شمال عمان، خصصت لبعضها أحواض خاصة للتأكد من حصولها على الرعاية الأفضل. يجلب المزارعون روث الماعز الذي جمع بصعوبة بالغة غالباً من مسافات بعيدة. إنه سماد ضروري، من دونه لن تكون الزراعة ممكنة في هذه الواحات على نحو مستدام. تأخذ النباتات المعادن بعيداً من التربة، ويمكن استبدالها بالروث فقط. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في هذه البساتين. جرى تناقل أسرار تشجير الواحات شفهياً طوال قرون، وهو إرث بدأ يتلاشى شيئاً فشيئاً. على سبيل المثال، هذه البساتين ليست مزروعة بمحصول واحد. ترتفع أشجار النخيل فوق النباتات الأخرى فتحميها من أشعة الشمس الحارقة. فالقمح والذرة والموز والبابايا والمانجو وحتى القطن تزدهر في ظلها. كلما زاد عمر الشجرة زاد ارتفاعها. انت ما في هو كلامنا. رغم أن مالكها عمر سالم السعدي كبر مع شجرته، إلا أن تجذيبها يتطلب منه مهارة بهلوانية في التسلق. تشتهر جودة التمر العماني في أنحاء الشرق الأوسط، خصوصاً بفضل العناية الفائقة التي يوليها المزارعون لأشجارهم.
لا يزيل عمر السعد الأوراق القديمة واللحاء الزائد فحسب، بل يزيل في بعض أوقات السنة رأس زهرة النخيل ويحرص على تلقيحها. اعتاد عمر العمل وحده، لكنه يتلقى الآن المساعدة من أحد العمال المهاجرين الذين يشكلون تقريباً نصف عدد سكان عمان. لن تعيش شجرة النخيل من دون كل هذه الرعاية. الأمر الأهم هو التلقيح اليدوي، من دونه سيتلف المحصول كله. ماذا عنك؟ كيف تهتم بشجر النخيل في المنزل؟ لا ما في داخل، كل بنغلاديش. عائلتي في بنغلاديش، لقد تزوجت قبل 5 أشهر. أطفال؟ أجل، نحن ننتظر طفلا. كنت في بنغلاديش 4 أشهر قبل أن أعود إلى عملي في عمان. وصلت إلى هنا قبل شهر وزوجتي ما تزال حاملا، لذلك عائلتي ليست معي هنا. لدي فقط أخي الذي يعمل معي هنا. يتدفق النهر الصغير ببطء عبر الوادي. يتدفق بهدوء بحيث لا يمكن أن يخيل لغريب على المكان أنه لا يتطلب سوى تساقط القليل من الأمطار في الجبال لتحويله إلى سير عرم. ولهذا السبب تتمتع قرية ميبام الصغيرة بموقعها المحمي على طول الروافد العليا للنهر. إنها آخر قرية في وادي طيوي، ويمكن الوصول إليها عبر طريق ضيق ووعر. في زمن الهواتف الذكية من المرجح أن يصبح هذا العالم الصغير مقيداً للجيل الجديد. ينتهي الطريق عند طرف القرية، فقط ممر الحمير يؤدي إلى وادي طيوي صعوداً. حتى 40 عاماً مضت، كان هذا هو الممر الوحيد المؤدي إلى العالم الخارجي لسكان الجزيرة العربية. يؤدي الممر من البحر صعوداً نحو جبال الحجر، حيث كان التجار ينقلون بضائعهم يوماً. لم يتبقى سوى عدد قليل من الغربان تحلق الآن. قد ينضم إليهم النسر المصري أحياناً، والذي يطل على الوديان المهجورة. كانت البضائع تأتي من وادي طيوي إلى أقصى شمال غرب جبال الحجر حتى العصور الوسطى. عاشت الكثير من القبائل المختلفة في هذه الجبال. تحتضن منازلها الجدران الصخرية. ما تزال بعض القرى مأهولة حتى اليوم، لكن لم تدخلها الكهرباء أو المياه بعد. اكتسبت السلطنة ثروتها من احتياطي النفط والغاز، وتذهب الأرباح لبناء المساكن الحديثة في الوادي. لا يزال بعض السكان القدامى يستخدمون أكواخهم الطينية في الجبال، على الأقل في بعض الأحيان. واحد منهم هو النحال صقر العبري. هنا ما تزال نحلاته تجد طعامها. يذهب إلى القرية القديمة مرة في الأسبوع على الأقل، ويمضي عبر الأزقة الضيقة نحو مستعمرات نحله. يعيش نحل العبري في خلايا حديثة مصنوعة من الخشب، اعتاد الاحتفاظ بها في تجويف جذوع النخيل المقطوعة.
تولي السلطات الزراعية اهتماماً بالغاً للحفاظ على مستعمرات النحل المسمات السلالة العمانية. في العام الماضي حظر تصدير ملكات النحل، فاقتصرت هيمنتها على ممالك النحل في بلدها الأم فقط. طبعاً النحل في السنة الواحدة له ثلاثة مواسم، الموسم الأول في شهر 3 اللي هو موسم الزهور، والموسم الثاني اللي هو موسم البرم، والموسم الثالث اللي هو موسم السدر اللي هو يجي في شهر تقريباً أكتوبر. النحل العماني طبعاً يكون غير شرس، بإمكانك يعني تفتح الخلية بدون ما تلبس قناع، ونفس الشيء يتميز بصغر حجمه، صغير الحجم مقارنة بالنحل مثلاً المصري. النحل المصري تحصله كبير جداً، لكن هذا العماني صغير وغير شرس. على العبري أن يفحص مستعمرات نحله بانتظام، فحتى في الجبال العمانية لا يملك النحل مناعة ضد الأمراض. لحسن الحظ لديه العلاج المناسب، يجهز علاجاً عشبياً لها كل ما اقتضى الأمر. وهذا تساعد في علاج مرض الفروة عن طريق التبخير. نستخدم هذه الشجرة، شجرة المقل، موجودة معنا في مسفات العبريين. ثم نستخدم معها شجرة الزعتر. الزعتر هذه طبعاً قريبة من الشاهي الأخضر. نخلط هذا مع هذا ونخليه داخل المدخنة لعلاج مرض الفروة. طبعاً هذا مفيد جداً للعلاج، ونحن نستخدمه باستمرار. عندما ينهي العبري عمله سيعود إلى الوادي، حيث لديه كالكثير من رفاقه القرويين منزل كبير جديد يمتلكه. أحد أهداف السلطان المعلنة هو ضخ الأموال من قطاع النفط لتحديث البنية التحتية والنظام الصحي والتعليم. عند الوصول إلى سن الرشد يحصل كل مواطن على قطعة أرض. بالإضافة إلى ذلك تدعم السلطنة بناء المنازل بمبلغ سخي من المال. ولكن حتى لو كان الناس يعيشون الآن في فيلات متطورة، فإنهم أبعد ما يكونون عن التخلي عن تقاليدهم. حتى في المجتمعات السكنية الحديثة ما زال الماعز موجوداً، ويحافظ على الحرف اليدوية التقليدية. إلى ما قبل بضع سنوات عاش سيف العبري وعائلته في وادي طيوي في الجبال وعمل نساجاً. سد انهيار أرضي الطريق الوحيد المؤدي إلى قريته، فتخلى عن كل شيء وانتقل إلى هنا. يواصل النسج في مرأب منزله الجديد. ما يزال يستخدم نفس النول ويتبع نفس الأسلوب. حتى المواد لم تتغير، فهو يستخدم فقط شعر الماعز الطبيعي الذي يشتريه مباشرة من الرعاة في الجبال. الألوان طبيعية ولا حاجة لإضافات كيميائية. شوف انت تغير الالوان من لون واحد، طلع من الابيض يعني البرتقالي والاحمر من الابيض. طبعا تخليه 3 ساعات داخل النار يغلي عند صبيغه الغزل. يحظى السجاد التراثي بشهره واسعه، ويشيع استعماله في تزيين الحائط اكثر من استخدامه كسجاد او للجلوس عليه. تتوارث اجيال العائله مهنه النسيج، ليست المهارة فحسب بل أيضاً أدوات هذه المهنة. هذا طبعاً الخشب خشب عتم، الحين الأمر هذا صار له تقريباً 65 سنة. أمر هذا العتم نحن تعلمنا عليه هذا، الحين أنا صار لي 30 سنة تقريباً أو 35 سنة على هذا الشغلة. طبعاً الغزل نحن نجيبه من الخروف، نمبر الصوف ونغزله
بنخلص غازلينه هذا نجيبه للصبغ، نخلص صبغينه نبدا بعمليه التسديد. فيما تبقى اشياء كثيره كما هي، تتغير اشياء اخرى ايضا للناسج. الحين يعني وارده، يعني زباين شيء عمانيين موجودين، يعني مواطنين، وفي سواح من اسم الزباين. وبالنسبه انها هي بتظل، يعني طبعا بتظل، لان نحن تعلمنا من اجدادنا ونحن نعلم اولادنا، لازم يكون نحافظ للتراث. يعني لو ما حافظنا عليه بيكون بيضيع. نظرا لان السجاد منسوج يدويا وتستغرق صناعته عده اسابيع، يمكن ان يصبح سعره باهظا خاصه للسياح، وهو ما يؤكد ان مهنه النسيج اليدوي مهنه ذات مستقبل في هذا البلد. تقع اعلى قمه في البلد ضمن جبال الحجر فيما يسمى بجبل الشمس. وتعد من أجمل الأماكن للاستمتاع بغروب الشمس في عمان. يخيم الظلام على عمق باطن الجبال، كهف الهوتة ذو الرواسب الكلسية هو أرض ساحرة. ما زال حمض الماء موجود كمخزونات بالشكل المعكوس. ما إن يحل الظلام حتى تبدأ الخفافيش ذوات ذيل الفأر بالتحرك. قريبا ستخرج لاصطياد طعامها. يبلغ عمر كهف الهوتة أكثر من 2 مليون عام، ويمتد إلى حوالي 5 كيلومترات في عمق الجبل، فيما يسمى ببحيرة السمكة الكبيرة. في عمق كهف الهوتة تعيش أسماك الجارة البيضاء التي ليست لها أعين. تنتشر الأسماك في المياه خارج الكهف، وهي هناك ملونة ويمكنها أن ترى. قبل شروق الشمس هنالك شيء ما يجري في الجبال، لقاء سري ربما في قرية جبلية مهجورة. على طول الأزقة الضيقة في مسفات العبرين تقود درجات صخرية زلقة لا يغطيها شيء الطريق إلى وسط القرية. هناك ضوء في أحد الأكواخ الطينية. لقد اكتشفنا السر. تقدم وجبة الإفطار. كانت تحضر بعيداً في الوادي في المطابخ الحديثة. إنها لسكان مسفات العبرين الجدد السياح. حول أحمد العبري قريته القديمة إلى فندق. لم يتحمل فكرة تلاشي منزل طفولته، فأقنع أهله ثم جيرانه. أتش
فعليا ليس لدينا مطبخ هنا في المنزل، يأتي الطعام من العائلات، لأن هدفنا هو مشاركة أهل القرية قدر المستطاع. فعلى سبيل المثال نشتري الطعام من أهل القرية، إنه مطهو من قبل العمانيين، لأننا نريد إشراك أهل القرية قدر المستطاع، ليس فقط من خلال الطعام بل في الغرف والخدمات الأخرى. لذا لا يمكنني القول إن هذا مشروعي الخاص، بل هو أشبه بمشروع عائلي كبير. يقدم هذا الفندق للزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم فرصة العيش كالمواطن العماني في مساكن بعيدة عن الفنادق الحديثة. وهكذا تعيش القرية الجبلية الصغيرة حالة نهضة. لاستخدام الأكواخ كمساكن للزائرين فائدة جانبية إضافية. تستمر رعاية بساتين الواحات في القرية والمحافظة عليها، وكذلك وسائل الري القديمة، نظام الفلج. هذه الوسائل معقدة جداً ولا يمكن استعمالها إلا من قبل خبراء. يقوم الوكير وهو خبير المياه بمراقبة تدفقها، حيث لا يمكن غمر كل قطعة أرض إلا لفترة محددة من الوقت. يقع مصدر المياه في أعالي الجبال، وتوجه المياه مرة واحدة في الأسبوع إلى مسفات العبرين. عندما يغلق الوكير أحد الروافد، تجد المياه طريقاً آخر من خلال القناطر الاصطناعية والقنوات المفتوحة. يعتقد أن نظام الري وصل إلى عمان عن طريق الفرس حوالي 600 عام قبل الميلاد، وقد أدرجت أجزاء منه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2006. ومثال ذلك فلج دارس، القناة المائية الأكبر في عمان، حيث تزود مدينة الواحات نزوى بالمياه. تقع نزوى في الطرف الجنوبي لجبال الحجر، يعيش هنا حوالي 70,000 شخص. تشتهر المدينة بسوق الماعز يوم الجمعة. يأتي مربو الحيوانات من جميع أنحاء المنطقة للحصول على أفضل الأسعار لماشيتهم. تعرض الماعز في حلبة دائرية في وسط السوق، تمثل منصة خاصة بها. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم إنهاء عملية البيع بالمصافحة، بالإضافة إلى دفعة مالية. يشبه المزاد العلني. ننظر إلى حجمها وإن كان لديها لحم أم لا، ونتفحص نوعها وإن كانت تتمتع بصحة جيدة أم لا. لا يمكن خداع الخبراء. يمكنك أن تعرف من طريقة مشيها وارتفاعها إن كانت بصحة جيدة، وبعض الناس يفحصون الأسنان. إن كانت لديها أسنان فهي ما زالت صغيرة جداً، وإن لم يكن لديها أسنان فهي كبيرة في السن كثيراً. ليس لدى الماعز خيار، يمسكون بها ويختبرون ملمسها وصفاتها، وقد ترفض في النهاية. معيار الجودة هنا هو مكان نشأتها. من المفترض أن تأتي أفضل المواشي من الجبال الواقعة جنوب غرب نزوى. تساق إلى المرعى في القرية الصغيرة حلوت،
في الطرف العلوي من وادي طيوي. تقوم نساء القرية بهذا العمل، ففي كل صباح يجمعن ماشيتهن من مختلف المنازل. يسقنها إلى أفضل المراعي في الجبال وصولاً إلى الهضاب. يبقى الرجال المسنون في القرية، ولأن المدارس مغلقة يوم الجمعة فالأطفال هناك أيضاً. هناك فقط رجل واحد يستعد للخروج أيضاً. اليوم دور خميس المقاحم للري. واحة عمق بير التي كانت منزلاً له ولأفراد آخرين من القرية حتى أعوام مضت تقع في الطرف العلوي لوادي طيوي، يمكن الوصول إليها فقط بواسطة الحمير. يبدو أن أياً منهما لا يتوق للقيام بالرحلة الشاقة إلى العمل الذي ينتظرهما، ولأنه ليس لدى أحد شيء للقيام به يوم الجمعة فإن المشهد يتكشف أمام الجميع. لا يعرف خميس المقاحم أن هناك مفاجأة بانتظاره اليوم. يبدو وادي طيوي في أعالي الجبال ضيقاً جداً حتى بالنسبة للحمير. تظهر واحة عمق بير بين الممرات الضيقة. إلى ما قبل بضع سنوات عاش الناس هنا على مدار السنة. يجري تشغيل نظام الري مرة كل يومين فقط. يقوم خميس المقاحم بهذا العمل منذ عقود. أمضى معظم حياته هنا ورأى أشياء كثيرة. هناك صوت صدى ينبئ بحضور زوار. أحضر العلماء محمد الرواحي وأندرياس بوركرت وإيفا شلخت هدية لخميس المقاحم. جمعته بالأساتذة القادمين من ألمانيا صداقة قديمة، فقد درس وعلماء البيئة الزراعية زراعة الواحات لفترة طويلة. يمكن العثور على منشوراتهم في مكتبات عمان. اكتشف الباحثون أن النباتات التي جلبت في الماضي من خلال طرق التجارة القديمة ما زالت تزرع حتى اليوم، وهم يعتبرون أن الحدائق الصحراوية كنز جيني مدفون. والله ماشي علوم ما شاء الله خير مسار الحمد لله ما في تكليف. ولهذا فالهدية إعادة لغرض استعير في الماضي أكثر من كونها مجرد هدية. واحة موز عمان، فرع نبتة من الحديقة النباتية في جامعة كاسل. اكتشف بوركرت النبتة وهي من آخر ما تبقى من فصيلتها في واحة خميس المقاحم قبل أكثر من 10 سنوات، وقد سمح له بأخذها لإجراء بعض البحوث. أظهرت الفحوصات في مختبرات ألمانيا أن هذا النوع من الموز مقاوم للأمراض والفطريات التي لا تقاومها باقي أنواع الموز الشائعة لدينا. من المرجح أنها وصلت هنا قبل مئات السنوات عبر التجار الرحالة. انقرضت في كل أنحاء العالم لكنها نجت فقط في هذه الواحة. التقيت بهم قرب القرية ثم أخذتهم إلى حيث نزرع الموز. ساعدتهم في أخذ بعض عينات النباتات ثم اصطحبتهم في طريق العودة إلى القرية. إن فهم الواحات العمانية والحفاظ عليها رغم نزوح القرويين المستمر مسألة مهمة للعلماء. ولكن بداية إنه وقت الضيافة التقليدية بالحلوى المصنوعة من التمور المحلية والقهوة المبهرة. وفي الوقت نفسه حققت واحات الموز العمانية مسيرة ناجحة.
والموز اليوم موجود في الحديقة النباتية في مسقط وأيضا في مجموعة الموز العالمية، لأنه إرث إنساني قادم أصلا من ماليزيا ومن الفلبين عن طريق البحارة العمانيين، ربما عبر الهند أو زنجبار، ثم وصل إلى طيوي وبعدها إلى هنا. وقد زرعتموه مع عائلاتكم لمئات السنين، نحن ممتنون لإعادة بعض مما قدمتموه للعالم. بفضل التجارة البحرية من جميع أنحاء العالم كانت عمان دولة غنية وذات نفوذ لفترة طويلة. كانت سفن نقل البضائع تصنع في جنوب مصب وادي طيوي في مدينة صور. لقد كانت المدينة في القرن السادس محوراً مركزياً للتجارة مع شرق أفريقيا. تدعي الأساطير أنه في يوم من الأيام بنيت قوارب سندباد هنا في أحواض بناء السفن في مدينة صور. تسمى السفن التي بنيت هنا بسفن الداو، مصطلح جامع يضم أكثر من 60 نوعاً من القوارب في هذه المناطق. حتى في صور أصبح الآن العمال المهاجرون الهنود هم من يقومون ببناء السفن. إنه عمل شاق للغاية. يبنى الهيكل من خشب الأرز الناعم أو خشب الصمت، فيما يستخدم خشب الساج المتين للعارضة والألواح. لقد كان هذا عمل العمانيين لأجيال عديدة. خالد بن جمعة بن حسون العريمي هو ابن المالك ويدير الأعمال. أشخاص تقريباً 15 شخص يشتغلوا، 4 أشخاص أجازة رايحين، وتستغرق السفينة من بدايتها إلى نهايتها 8 شهور تقريباً، 8 شهور من 8 شهور إلى 7 شهور تستغرق السفينة. هذه السفن أشخاص من قطر ويستخدموها للسياحة في قطر. كل سنة يعني في السنة نصنع سفينتين أو سفينة للأشخاص القطريين. بحسب مميزاتها قد يصل سعر السفينة إلى 200,000 ريال عماني، أي حوالي 500,000 يورو. تشتري شركات بناء السفن خشب الصنط والأرز من هنا في عمان، ويستورد خشب الساج من ماليزيا والهند وبورما وجنوب أفريقيا. لا يوجد قالب للبناء، كل سفينة من سفن الداو هنا فريدة من نوعها. هذا حوض بناء السفن الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا تزال تبنى فيه سفن الداو يدوياً، تماماً كأيام سندباد. من قديم يعني أباً عن جد، يعني الوالد قبل أخوانه وأبوه جده هم في صناعة السفن وهم مستمرين معهم، وإن شاء الله الأولاد أولادنا نجيبهم هني ويستمروا في الشغل إن شاء الله. أصبح الداو من معالم صور. للمدينة عبق من البحر الأبيض المتوسط، ربما بسبب التأثير العالمي الذي اكتسبته من التجار المسافرين. لمدينة صور تاريخ مضطرب، فقد كانت تحت الحكم البرتغالي في القرن السادس عشر، وحررت بعد 100 عام لتقوم فيها نهضة جديدة. لكن بعد افتتاح قناة السويس في القرن التاسع عشر، فقد المرفأ التجاري أهميته. في الوقت الحاضر تعد من أجمل المدن في عمان وتتمتع بالرفاهية. تعد منشآت كجسر خور البطح المعلق دليلاً على حداثة المدينة. ومع ذلك ما زال بناء السفن نشاطاً أساسياً في صور.
مثل فتح الخير رأى قبطان عماني هذا المركب التاريخي في اليمن وأحضره إلى عمان حيث أعيد ترميمه بمجهود كبير. تقع صور في أقصى شرق الجزيرة العربية، وهي أول ما تعانق أشعة الشمس صباحاً، وفيها الآن محطة كبيرة لتسييل الغاز الطبيعي. يعمل الكثير من سكان صور البالغ عددهم 100,000 هناك. على الأقل في الفترة الحالية يعيد الغاز الطبيعي الثروة والنفوذ لهذه المدينة الساحلية. إذا اتجه أحد إلى الداخل من صور فلن يجد سوى صحراء. حتى قبل شروق الشمس هناك شيء ما يتحرك بين الكثبان الرملية، وبينما لم يكن هناك شيء سوى الظلام قبل قليل يجري الآن الإعداد لسباق. أخذت الروبوتات الصغيرة على ظهور الجمال مكان الأطفال الذين اعتادوا ركوبها قبل بضع سنوات. باستعمال كل قواهم أعد الرجال ما يبدو أنه جهاز الانطلاق القديم. تستعد الجمال وفرسانها الآليون عند خط الانطلاق. ها قد انطلقت. يحاول الرجال في السيارات تحفيز الجمال بالصراخ والضجيج المخيف. كمخلوقات صحراوية تولد الجمال بغريزة الحفاظ على الطاقة، لذا فهي تحتاج للكثير من التحفيز لجعلها فجأة تحقق إنجازاً رياضياً. هذه هي وظيفة الصوت المتحكم به عن بعد في الروبوتات الصغيرة. الروبوتات أكثر أماناً على السرج من الأطفال الذين غالباً ما يتعرضون لإصابات مميتة في بعض الأحيان في خضم الفوضى التي تسببها الجمال المتسابقة، ما إن تبدأ الجمال بالركض حتى يصبح من شبه المستحيل إيقافها. تعد هذه السباقات التي تجري في الصباح الباكر استعراضاً للقوة وللجمال وللسيارات. بعد شروق الشمس يصبح الجو حاراً جداً. عند خط الانطلاق من جديد سباق جامح أخير بين الإنسان والجمال. ثم ينتهي العرض. أكثر من ثلاثة أرباع مساحة عمان مكونة من الصخور والحجارة والصحراء الرملية. تقع رمال الشرقية غربية مدينة صور. إنه منظر مرعب لتلال رملية تمتد جنوباً على مساحة 12,000 كيلومتر مربع. الامتداد الصحراوي واسع جداً بحيث يمكن رؤيته بوضوح من خلال القمر الصناعي. هنا يعيش البدو أهل الصحراء.
كانت الجمال وسيلة أساسية لبقائهم، وكان توفير الحليب والطعام والنقل يعتمد على هذه الحيوانات. ورغم أن البدو يعيشون اليوم في منازل مكيفة ويتجولون في سيارات الدفع الرباعي، إلا أنهم لم يتخلوا عن جمالهم. مثلاً عبد الله المغيري وإخوته يكرسون أنفسهم للاعتناء بجمالهم، حتى لو كان ذلك يعني إزالة القراد الكبير عنها باستمرار. دائماً تسبب لها الحكة، ليس ذلك مريحاً. نفس الحشرة، إنها تؤذيها. لا يوجد الكثير منه على جمالهم. نأخذها للطبيب أحياناً، نغسل جلدها وجسدها ونقدم لها شراباً لذيذاً يتكون من فيتامين سي، عسل وزيت البقر، تخلط مع الحليب وأحياناً بعض الأقراص. إنها تأكل التمور والعشب وبرسيم ألفا ألفا. لدى الناقة الآن مولود جديد، ونحن نشرب أيضاً من حليب الجمال. إنه حليب صحي جداً. في بعض الأحيان يكون اللحم جيداً، ليس من جملي بل من المتجر. تعيش عائلة عبد الله المغيري في صحراء الشرقية منذ أجيال عديدة. تكونت الصحراء قبل نحو مليوني سنة. كونت الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الساخنة وعواصف الشمال الرملية القادمة من الشمال الغربي هذه الكثبان التي يصل ارتفاع بعضها إلى 200 متر. تبقي روعة الشرقية عبد الله المغيري وإخوته هنا. لديهم مؤهلات علمية ومنازل وسيارات، ومع ذلك قرروا قبل عدة سنوات الاستمرار في كسب رزقهم في الصحراء، فهم يقدمون رحلات على الجمال. يدير راشد المغيري أكبرهم سناً العمل من مكتبه في مسقط، لكنه يذهب إلى الصحراء كلما استطاع. نظمنا جمالنا هنا، وضعنا السرج هنا، وضع بشكل جميل بحيث لا يؤذيها، وهكذا كان في الماضي. ماذا كان الجمل؟ كان شيئا مهما جدا للبدو، وليس للبدو فحسب بل للجميع، بسبب عدم وجود السيارات حينها. لقد كانوا يسافرون على الجمل وهو الصديق المفضل للبدو. ما زالت وسيلة النقل القديمة هذه موجودة اليوم، حتى لو لم تعد تستعمل للمسافات البعيدة. يلقون نظرة ثاقبة على الحياة الصعبة التي كانت تسود يوماً ما، منعزلين وعلى اتصال وثيق بالطبيعة. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أنها طريقة البدو للحفاظ على جزء من أسلوب حياتهم التقليدي. كان البدو المسافرون عادة بعد يوم طويل من السفر بالجمال أو أي وسيلة أخرى يبدأون بتجميع الخشب ويشعلون النار. ما نحضره هنا قهوة عمانية، لكن القهوة ستكون من دون سكر لأن طعم السكر سيبقى في فمنا من التمر. لهذا نبدأ بالتمر أولاً، نتناول التمور أولاً ثم نشرب القهوة، وهذا ما نفعله دائماً. هذه هي الضيافة الأولى. أعيش الآن بين الصحراء والمدينة بسبب العمل، وأنا أفتقدها حقاً، فنحن نحب الصحراء.
إنها وطننا.